قلت انا واش هادي شوف تي في حنايا في اهم الاسواق مدينه بجده السوق ديال الودير غادي نشوفوا الاثمنه ديال الخضر والفواكه بطبيعه الحال نسولوا شحال نبداو بالمطيشه ديال الاولى مطيشه راه دايره اللي يقول لك 6 دراهم اللي يقول لك 10 دراهم اللي يقول لك 5 هذا مثلا المطيشه ب 3 دراهم ونص اش هذا البصلة والبطاطا اخويا بطاطا 90 وبصلة 100 اذا البطاطا كما كتشوفوا 90 ريال والبصلة 5 ريال شحال هادا الفلفل؟ 100 دور خضرة تبان لي اليوم زيارة شوية خضرة هاد النهار هادا أثمنة مناسبة هنا في السوق صراحة المهم شحال هادا الشعر؟ 7 دراهم اذا كما كتشوفوا معايا تبنى تاع دينار كيكا خضروات الميرنا ميرنا نشوف الجهه الاخرى اذا هذا النهار هذا انا مدينه جده كان الخضره تبينه مناسبة خويا ممكن نسولك تري شوية أثمنة تاع الخضرة شوية أثمنة ديال الخضرة شحال هذا الخيز؟ 5 دراهم الله يرحم والديك إذا هنا السوق كما تشوفوا لا مناسبة والله الا واحد ضربوه هنا وزادوا الله يرحمه شحال هذا خالتي التفاح واه 220 يا والتفاح 10 دراهم 10 دراهم كما كتشوفوا معنا الاخوان ودائما سوق الاثمنة ديال السوق شويه تبارك الله عليك راك داير شويه صافا مزيان الصحة الله يحفظك اش راه دايره السلاطة اش راه دايره السلاطة واه اش راه دايره غادي نولي عندك الله يسهل الامور اسمح لي اخشي كان كاينه تاع 8 درهم كاينه تاع 10 درهم دوك كنشوفوا الناس هنايا راه معاد يلاه كيصدفوا كيقادوا الخضره قادوا اش راه داير السفرجل يا ستي وديك مطيشه الصغيره يا ستي تاي 160 الله يسهل الامور اخويا الا ما صورتكش غير خلي غير نسول غير على الخضره اذا كما شفتوا الاثمنه ديال الخضره مثلا ديال تجده واش صاحبنا هذا
الفيتا تاع الغداء. سيمو شوفوا هذا ما شفت لنا اش راك داير المعقوده؟ جدران وحده الوراقه شحال قالوا؟ شحال قالوا؟ هاي معقوده شنو صار؟ المهم الخضره جينا للمعقوده. لا يا دراهم اللي بغا معقودة في نص شحال؟ جوج دراهم ونص هذا ارخص ساندويتش لا غلا لا مسكين صاحبي سيمو مشكلة انت معك الا بغيت ناكل انا والحوت شحال الوحدة؟ ايه حوتة واه شحال الوحدة؟ هذه حوتة في نص شحال؟ حوتة بتسبوع 3 دراهم 3 دراهم يا سلام اخويا الله يسلمك ديالنا هي ريستورون معروفة شوفوا الدجاج بيعوا كلشي هنا كان أفضل وأرخص الأثمان